الشهر الماضي بإيار جبنا الحمد لله رب العالمين عاصفة من المحترمات، ما غلطنا لا جوز ولا تين ولا دويلي ولا عناب ولا رمان ولا 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 على الإخوة، وكأنه شيئا لم يكن. من مرع الكراز على الحمد لله رب العالمين، من العنزهر ضرب العاصفي ما خلت الحمد لله لا زهر ولا عقيد ولا شيء. اجت لجنة من محافظة اللاذقية وقامت بالكشف على أضرارنا الكثير من قبل الغيم البردي الذي ضربت هذه القرية. رحنا بنطلب رهنا من الدولة على أن تعوض لنا أقل ما يمكن الأسمدة والأدوية والمياه. تعبنا بنطلب على بس تعوض لنا حق الأسمدة وحق الدواء وحق المياه، مو أكثر من هيك كانتني.